من 0 لميجي اخذت معي 5.7 ثواني، اما مع جان بيير نصر الله اخذت اقل من 3 ثواني. وصلت معي المارتيني ل 220 كيلومتر بالساعه. ستيمرو الا وصلت مع جان بيير لل 205 بس، ولكن باقل ب 10 ثواني. بالسلالوم السيارتين فور ويل درايف، ولكن في سيارة فيرسيون روتير، في وحدة تانية فيرسيون رالي. صار وقت الكويع، الكاميرا والميكرو كانوا معنا، وقررنا انه هن يكونوا الحكام بهالمرحلة من الروب تيست. كان صار لازم نوقف، مشان هيك استعملت الاي بي اس الالكتروني الفعال كثير. اما جان بيير نصر الله استعمل فريمات الجروب ا يلي بدون اي بي اس، ولكن وقف قبلي بثلاث امتار.